مشاهدينا الكرام، مساء الخير، اهلا وسهلا بحضراتكم وحلقه جديده من برنامج قلوب مصريه. قلوب مصريه النهارده باقه ورد بيهديها لكل الشعب المصري، كل الامه الاسلاميه، بمناسبه المولد النبوي الشريف، مولد سيد الخلق سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. قبل ما نبدا البرنامج عاوزين نتكلم في حاجه يمكن كتير من البرامج تناولتها الفتره اللي فاتت والمواقع والصفحات، حادث قطار السكه الحديد. الشاب اللي قفز من القطار والكتير اتكلم عليه، وصفحات الإخوان والناس اللي بتهاجم البلد والمواقع بدأت تتكلم عن الخطوط الحمراء، وبدأت تتكلم على ان الفريق كامل وزيري خط احمر وبعيد عن المحاسبة. لا، احنا بنقول ان في فترة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مفيش خطوط حمراء في البلد. في فترة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مفيش وزير ما اتقبضش عليه، في وزير اتقبض عليه، في محافظ اتقبض عليه، في قاضي اتقبض عليه. الناس دي كانت زمان خطوط حمراء. لا، النهارده في فتره دوله المؤسسات ودوله القانون مفيش خطوط حمراء في البلد. احنا بنقول، والسيد الرئيس كمان فوضنا، احنا فوضناه في 30 يونيو وقلنا له عاوزينك قدامنا وترجع بلدنا تاني بعد الاخوان ما اغتصبوها. لا، هو فوضنا الراجل من يومين في وهو بيفتتح شركات الادويه، وقال ان انا عاوز كل الشعب يبقى في ظهري، عاوز كل المؤسسات تبقى في ظهري، عاوز نحارب الاشاعات. لا، المواقع والصفحات والفيسبوك والتواصل وتويتر، الحاجات اللي بتكتب عليها ديت، لا، احنا اللي هندافع عن البلد، احنا اللي هنساند السيد الرئيس، احنا اللي هنبني بلدنا تاني، واحنا اللي هنرجعها. السيد الرئيس كمان اتكلم مع الساده النواب، قال لهم لا، تنزلوا المؤسسات وتعملوا تقارير وتصالحوا الشعب. عاوزين كل وزاره وكل جهه وكل هيئه تصارح الشعب عشان يبقى في متحدث اعلامي ونقدر ناخد المعلومه. وعاوز نرجع نفكركم تاني بكلمه السيد الرئيس وهو بيقولها. احنا بناكد على كلام السيد الرئيس وبنقول له احنا معاك، واحنا هندافع عن بلدنا، واحنا هنساند، واحنا اللي هنواجه الاشاعات. اسمحوا لي ان انا ارحب بضيوف النهارده، سياده اللواء دكتور احمد ونيس، مدير معهد المخابرات الحربيه سابقا. اهلا وسهلا بك يا فندم. اهلا بحضرتك. سياده اللواء سامي الخولي من ابطال حرب اكتوبر سلاح الاشاره. اهلا وسهلا بك يا فندم. اهلا بحضرتك. النهارده عاوزين نتكلم عن الاشاعات، حروب الجيل الرابع. انت حضرتك شايفها ازاي باعتبار حضرتك مدير معهد المخابرات وحضرتك ليك درايه واكيد المعلومه عند حضرتك ممكن ننصح بها الناس؟ بسم الله الرحمن الرحيم، كل التقدير والتحيه لحضرتك وبرنامجك الجميل وقناه الصحه والجمال. سعيد ان انا موجود النهارده عشان نؤكد على ما قاله السيد رئيس الجمهوريه بالامس عن الشائعات وعن حروب الجيل الرابع وعن الدعاية المغرضة والتدمير الداخلي اللي له تأثير قوي على نفسيات شعبنا ونفسيات شبابنا، وإنها هي أساسا غير حقيقية. أنا عايز بس أتكلم الأول على حتة أشرت عليها سيادتك في الحادثة بتاعة القطر إذا سمحت لي. اتفضل. إحنا نفسيات مختلفة، بشر مختلف، كل واحد بيختلف عن الآخر، ولكن بيبقى فيه ظروف معينة بتحتم على اللي موجود ان هو قد يخرج عن شعوره دون ان يدري. بس طبعا اكيد 100% في التعامل مع الجمهور لابد، يمكن سيادتك قلت لي في بداية اللقاء، اعادة تأهيل مرة تانية العاملين مع الجمهور نفسيا اجتماعيا من خلال برامج لازم لابد من ان هي تكون موجودة في فنية كيفية التعامل مع الجمهور. المواطن حساس جدا، المواطن بيشعر لما بيروح مكان خدمي، مكان خدمي يعني انا بقدم له خدمه مقابل ماده، او بقدم له خدمه عامه مقابلها ان انا بخدم وطني كمسؤول، فلازم اتاهل نفسيا ان انا كيف اتعامل مع هذا المواطن. الناس النماذج دي موجوده في مؤسسات كتير؟ طبعا اكيد 100%، وهناك عظماء من المصريين بيتعاملوا معاملة طيبة مع المواطنين، ولكن هناك بعض الشواذ. طيب بس بتحاسبوا. نطلع فاصل ونرجع تاني. ورجعنا من الفاصل وهنستكمل حوارنا مع سيادة اللواء أحمد ونيس. اتفضل يا فندم، كنا بنتكلم عن الإشاعات والتصرفات الفردية بتاعت. تمام. أنا عايز أقول حاجة مهمة قوي، إن إحنا حاليا فعلا ما فيش حاجة اسمها كارت أحمر أو حد بيستثنى. سيادة الرئيس الكلمة اللي ليه حاجة عندي ياخدها، بمعنى اللي ماسك عليه حاجه يقول. فبالتالي
طول ما انت ماشي بما يرضي الله فانت ماشي في خدمة الوطن، غير كده هتحاسب وهتحول الى القانون، ومفيش حاجة اسمها كله هيتحاسب خطوط حمراء. نرجع تاني مرجوعنا للموضوع الشائع. الشائعة احنا كنا بنتكلم عن التصرف الفردي بتاع المفتش السكه الحديد، ان هو فتح الباب وقال للشباب. فاحنا معانا تصرف فردي برضو من احد الشباب هنشوفه دلوقتي. شباب فوق القطارات بيخاطروا بحياتهم وبيحطونا برضو في مأزق، وهنشوف الفيديو المعلق عليه. في شباب فوق القطار اهوت بيخاطروا بحياتهم وبيحطونا في صوره برضو صوره مش مظبوطه. فيعني احنا زي ما بنحاسب المفتش على تصرفه الفردي، التصرف البعيد عن القانون وبعيد عن روح القانون، لا احنا بنقول للشباب اللي هو بيتصرف بالطريقه العشوائيه والطريقه الهمجيه ديت وبيعرض حياته للخطر. طب احنا انا هسيب لحضرتك التعليق، يعني انا عاوز حضرتك تقول نصيحة تقولها للشباب اللي بيدمروا نفسهم وبيدمرونا وبيدمروا سمعة البلد وسمعة وزارة بحالها اشتغل فيها الفريق كامل وزيري وطورها وحدثها، وفي الآخر خالص بتصرف غير مبرر من مفتش السكة الحديد خلى الصورة مش اتهزت. طبعا اتهزت 100%، ولكن الفيلم اللي احنا شفناه او المشهد اللي احنا شفناه دلوقتي ده نوع من انواع الرعونة، نوع من انواع عدم تحمل المسؤوليه من شباب او من شاب بفاكرها ان هي لعبه وممكن تاذي اولا البلد في ترويج الشائعات، نمره اثنين تاذي نفسه ممكن يتعرض الى الموت. ولكن هنا لابد من تطبيق القانون. تطبيق القانون، من يخالف لا رحمه. طفل صغير خالف ما هو محدد واسرته هي مسؤوله، اسرته لازم توعيه علشان يبقى خارج من بيته عارف اللي هيقرب لأي منشأة عامة أو ممتلكات عامة أو خاصة سيعرض للقانون. يبقى الطفل أو الشاب خارج محترم نفسه، خارج عارف حدوده فين، فبالتالي لأن عارف إن القانون هيتطبق عليه يبقى لازم أطبق عليه القانون. نمرة اتنين التوعية، والتوعية دي من خلال معاهدنا، مدارسنا، الأسرة. الأسرة عليها عامل كبير. نروح لسيادة اللواء سامي ونسمع رأيه في الإشاعات وحروب الجيل الرابع، وإزاي نوعي الناس ضد مخاطر التواصل والفيسبوك وتويتر والحاجات اللي بتكتب في ثواني بتلاقي بالملايين. أولا أنا برضو بتقدم بالتهنئة لكل الأمة الإسلامية شعب مصر على مولد النبي الشريف، وكل التحية لقناة الصحة والجمال ولحضرتك أستاذ محمود عوض برنامج قلوب مصريه. وانا سعيد جدا انك اتحت لنا الفرصه ان احنا نقدر ندي مسج بسيط كده للشباب بحيث انه يعني يعرفوا ان البلد بلدهم. يعني انا دايما بقول انه الجينات المصريه دي جينات بطوله، وانه انا دايما حتى لما بدي محاضره او حاجه للشباب بقول الفرق بيننا وبينكم بس هو تاريخ الميلاد. يعني الجينات المصرية هم لو كانوا اتولدوا مكاننا واحنا اتولدنا مكانهم كانوا هيعملوا اللي عملناه واكتر. المصري بطبيعته بطل ما بيبانش الا عند التحدي. هو ممكن جدا مع الاشاعات ومع حرب جيل الرابع والتواصل الاجتماعي ممكن يكون حصل نوع من الغبار. طب احنا معانا مدير من المتحدث الاعلامي لوزاره التموين الدكتور احمد كمال، ويمكن اكتر وزاره بتنالها اشاعات حذف المواطنين وظلم المواطنين، لدرجة أن السيد الرئيس طلع وصرح بعودة أكثر من مليون مواطن لصرف مستحقاتهم التموينية. أهلا وسهلا بك يا دكتور. أهلا وسهلا بحضرتك وكل السادة المشاهدين. إحنا بنتكلم حضرتك عن المصدر والمتحدث الإعلامي للوزارات والحقائق. يا ريت حضرتك نعرف الجديد في وزارة التموين والتصريحات اللي إحنا أكيد بنشوفها على صفحات التواصل الاجتماعي وبتبقى مغلوطة، بتبقى في الغالب مغلوطة. اولا تحياتي ليك يا استاذ محمود ولضيفك الكريم والساده المشاهدين كلهم، كل سنه وانتم طيبين بمناسبه المولد النبوي الشريف. احنا وزاره التموين والتجاره الداخليه الجديده عندنا حاليا ان احنا معالي الوزير اصدر قرار يوم الخميس الماضي اللي هو كان موافق 31/10 ان احنا مدينا فتره التظلمات الخاصه
الخاصة بالبطاقات التموينية حتى 30 نوفمبر 2019، وده يعني يأتي في إطار إن احنا بندي للمواطنين مهلة إضافية حتى يتمكنوا من يعني التقدم لمكاتب التموين بتظلماتهم من أي محددات خاصة بالاستبعاد. كان في توجهات للسيد الرئيس الاهتمام بذوي الناس الأكثر احتياجا، وانا شايف ان حضرتك المنظومه ديت في التموين يمكن بتطبق، بس في الغالب ناس بتشتكي بتقول السيستم واقع، احنا ما الاضافات وكده يعني. احنا عندنا طبعا يا استاذ محمود في حوالي 1420 مكتب تموين بيقدموا خدماتهم للمواطنين، بالاضافه الى ان في قرار كان من معالي الوزير طالع في 2017 اللي هو اصدار البطاقات التموينيه الجديده لاصحاب الاسر الاكثر احتياجا او الفئات الاكثر احتياجا، وبالتالي عايزين نقول لحضرتك من خلال طبعا برنامج حضرتك ان هذا يعني هذه الوزاره لا تدخر اي جهد في اطار ان هي تحافظ على الفئات الاكثر احتياجا تنفيذا لتكليفات السيد رئيس الجمهوريه. زي ما حضرتك تفضلت واشرت ان احنا عندنا كان في توجيه من السيد الرئيس بنراجع كل التظلمات الخاصه بالمواطنين ويبقى في حرص على مصلحه الدوله ومصلحه المواطن، ومنظومه التموين الحمد لله محققه نجاح كبير، يعني قيمه الدعم اللي تم تخصيصه للوزاره بلغ حوالي 89 مليار جنيه ما بين دعم العيش ودعم التموين، وكل هذه الاموال هي للساده المواطنين اصحاب البطاقات التموينيه. عندنا المجمعات الاستهلاكيه وفروع مشروع جمعيتي والسيارات المتنقله بنوفر من خلالها كل السلع للمواطنين سواء كانت الزيوت او السكر او الرز واللحوم والدواجن المجمده، وايضا بنوفر كل ما يخص منظومه نقاط الخبز ومنظومه التموين للساده المواطنين. طب معاليك في طلب كده، يعني في مواطنين بيقدموا اوراقهم والبطاقه بتتاخر شويه، طب في بطاقه ورقيه او في تسريح يصرف مستحقات ولا النظام ازاي؟ احنا عندنا يا استاذ محمود دوره استخراج البطاقه التموينيه الجديده او بدل التالف او الفائد لا تتعدى ال 21 يوم على اقصى تقدير، وبيتم ده من خلال التعاون مع وزاره الانتاج الحربي وهيئه الرقابه الاداريه، وبالتالي هناك تعاون تام ما بين شركات البطاقات الذكيه وما بين الوزاره، وبنبقى حريصين كل الحرص ان ما فيش اي بطاقه تتاخر. لو في حالات محدده عند حضرتك ممكن نحصرها، واحنا متواصلين معاك دايما وسعداء بيك تدهنا واحنا نكشف عليها ونبلغ حضرتك النتائج اول باول. شكرا احمد بيه. بالعفو يا فندم. خالص تحياتنا للاستاذ دكتور احمد كمال المتحدث الاعلامي لوزاره التموين. نرجع لحضرتك اسامه بيه ونتكلم عن الاشاعات ونتكلم عن حرب اكتوبر والاشاعات اللي كانت بترددها اسرائيل والجيش الاسرائيلي الذي لا يقهر، ولو احنا خدنا بالاشاعات ديت كان اكيد هنفضل مكاننا. هو طبعا حضرتك لما نتكلم عن حرب الاشاعات حرب يعني الجيل الرابع، هو طبعا نتيجه انه مصر اسرائيل وامريكا والصهيونيه عموما وجدوا ان الشعب ده ملوش حل، يعني ما حتى في 73 لما هم طلعوا اشاعات انه خط بارليف الحصين اللي لا يهدم الا بالقنبله الذريه وانه ده يعني من ضرب الخيال انه المصريين يعبروا وده لا يمكن يحصل واسرائيل صاحبه اليد الطوله واسرائيل جيشها القوي، كل الكلام ده طبعا يعني كان عباره يعني هم كان عباره عن اشاعات. بمناسبه الجيش الذي لا يقهر وحضرتك الجيش المصري، انت كنت قلت في قصيده اعملها عشان جيش مصر. والله انا كنت حابب يعني اخليها للاخر لانه الحقيقه هي بتدي رساله لكل شباب مصر ولكل المصريين، لكن مدام حضرتك طلبت هو انا الحقيقه يعني بس بنتكلم بمناسبه اكتوبر انه في 73 لما هزم الجيش الاسرائيلي وطلع انه اكذوبه، فالحقيقه هنا في 83 اعلنت كوندريزا رئيس قالت انه هذا الجيش خلاص استحاله نحاربهم حرب تقليديه عاديه ثانيه، وبداوا فعلا بالتخطيط لحرب الجيل الرابع واللي احنا عايشينها دلوقتي اللي هو فتت نفسك بنفسك، عشان هم عايزين يوصلوا لتقسيم العالم العربي عشان يضعفوه لصالح اسرائيل. انما انا بقول يعني لاسرائيل هيهات، وبقول للشعب المصري كله الجيش المصري بخير، وكل التحيه لاولادنا اللي موجودين دلوقتي على الجبهه واخواتنا اللي هم دلوقتي بيحاربوا الارهاب، وكل التحيه للرئيس عبد الفتاح السيسي اللي رجع مصر مره ثانيه في 30 يونيو، والمراه المصريه اللي كانت يعني يد اصيله في هذه الثوره
وإن شاء الله تكون الفترة اللي جاية فترة استقرار وجني الثمار. وبقول الكلمات دي وبهديها لكل مصري عشان يفخر بجيشه. بقول جيشنا يا فخر العرب، كل العالم عرفوك حامي لوطنك ما تهاب الموت، قالوا عليك حكايات بالكذب والجبروت، لاجل ينساك الزمان والأصلة ما ينسوك، ولا يهمك يا جيشنا حتى ولو أهنوك، افخر يا مصري بجيشك ولا تنحني لصعلوك أبدا يا جيشنا، أنا عيني ما تبكي عليك، أنا ببكي على غدر الزمن اللي جعل للندل صوت، ومهما طال الزمان بسيف الأصيل هيموت، افخر يا مصري بجيشك ولا تنحني لصعلوك، سينا شهد علينا على دم أخويا وأبوك، جيشنا يا فخر العرب والله عيب يهنوك، والله عيب يهنوك، والله عيب يهنوك. ده عظيم. احنا في مداخلة معانا من الدكتور ربيع. انت بنجهز في كلمة تقولها حضرتك للشباب واحنا داخلين على حروب غير تقليدية، حروب الإشاعات وحروب الجيل الرابع، واهزم نفسك بنفسك واهزم نفسك معنويا، وانت شايف سعادتك شايف الدنيا ماشية ازاي معانا. والله موضوع الإشاعات ده ليس بالجديد، ده قديمة قدم الزمن. الشائعات اللي بتطلع نوع من أنواع الإحباط المعنوي، نوع من أنواع التفخيم في شيء، وعلى الرغم من هو أجوف، يعني الشائعة قد تظهر يا إما ذما أو مدحا أو الاثنين مع بعض. يعني بذم بهدف الإقلال من العمل الكويس. طيب احنا معنا مداخله من الدكتور ربيع ابو درقه، رئيس جمعيه ربيع الامل للزراعات الخاصه. اهلا وسهلا بك يا دكتور. السلام عليكم، ازيك يا استاذ محمود؟ وعليكم السلام، اتفضل يا دكتور. تحياتي الابطال، تحياتي الابطال اكتوبر في شهر الانتصارات. اهلا بك يا دكتور. انت ايه راي حضرتك في التصرف الفردي اللي عمله مفتش السكه الحديد، وكان ليك رؤيه في الموضوع ده كلمتنا قبل الهوا؟ هو بالظبط فعلا يا استاذ محمود، ان المشكله في ثقافه الخوف اللي عند المواطن من رجال الشرطه، اللي هي اتغيرت تماما عما كانت ذو قبل. يعني ان رجال الشرطه دلوقتي بقوا بيضعوا في اولوياتهم الرحمه في تطبيق روح القانون، عندهم اهم واشمل من تطبيق القانون نفسه على المواطن. واحنا شفنا كتير من ضباط الشرطه تعاملوا مع المواطنين بطريقه جميله جدا، واستخدموا روح القانون. الضابط اللي دفع للسيد كانت عليها صوته وراح يقبض عليها، دفع 4000 جنيه من جيبه. والضابط اللي تعامل مع الباقي الجاهلين جاهلين، سيدة عجوز اللي سابها وما رضيش يعملها معامله، ما رضيش يطبق القانون بصفه عامه. فالسياسه اتغيرت، واحنا لازم نظهر ايجابيات الشرطه في التعامل مع المواطنين ونلقي عليها الضوء، وده طبعا شغل حضرتك. لان المواطن اللي رمى نفسه ده هو كان بين اختيارين، بين انه يسلم نفسه لمباحث السكه الحديد اللي هو عنده ثقافه خوف منهم، والثقافه دي اتغيرت تماما، وبين انه يقفز من القطار. وبالتالي هو قفز من القطار بالفعل، هو ما رضيش يتعامل زي هو عنده الثقافه القديمه قبل الثوره وقبل التغيير وقبل روح السيد الرئيس بينادي بيها التعامل مع المواطن، وان المواطن هو في اولويات الدوله، وان احنا لازم نطبق روح القانون اهم واشمل من تطبيق القانون نفسه على المواطنين. الكلام ده كله لازم نلقي عليه الضوء من برامج بتاعت حضرتك المحترمه. وطبعا احنا في شهر الانتصارات، شهر اكتوبر، وحضرتك كنت مشرفنا في النادي في الاحتفاليه اللي كرمنا فيها اكثر من 35 بطل من ابطال اكتوبر شاركوا وساهموا في انتصار الحرب اكتوبر المجيد، اللي هي تعتبر حرب الكرامه والعزه لكل مواطنين مصر. شكرا يا دكتور ربيع على المداخله، واكيد هيبقى لنا لقاء تاني ان شاء الله نتكلم فيه عن تكريمات ابطال حرب اكتوبر. خلونا نكمل حوارنا، وقبل ما نختم عاوزين نهني الدكتور جمعة تغان، واحد من المخترعين اللي كرمهم السيد رئيس مجلس الوزراء من كام يوم كده، حد محترم وباحث، واكيد في شباب كتير بنتمنى لهم الخير، واكيد مصر عمرانه بشبابها اللي اكيد هيحافظوا عليها وهيبنوها. احنا شايفين المهندس جمعة تغان وهو بيتكرم من السيد رئيس مجلس الوزراء، بنقول له الف مبروك، وبنقول لكل شعب مصر بنكرر ونقول له كل سنه وحضراتكم بخير بمناسبه المولد النبوي، اعاد الله علينا وعليكم وعلى الامه الاسلاميه باليوم من البركات. خالص تحياتي محمود عوض، والى اللقاء في حلقه قادمه ان شاء الله.